اعترف مع كابتن طارق العاشر. لا مش هنحطها لك هنا، خليك عايز تتفرج عليها ممكن تتفرج عليها هنا لو نظرك قوي، ما كانش قوي لو تحطها له ورانا يبقى كتر الف خيركم. لكن انا هسالك، تقر وتعترف ان سبب الازمه مع المهندس فرج عامر كانت ملف تعاقدات اللاعبين واصرارك ان يبقى لك دور فيها؟ هو من الطبيعي المدير الفني لازم يكون له دور فيها. من الطبيعي جدا، يعني انت النهارده لما تحب تجيب لعيب او تمشي لعيب فلازم هتاخد راي المدير الفني. نعم مش كده ولا ايه؟ صحيح. فانا ما كانش بيبقى لك دور كمدير فني؟ لا انا حسيت ان مش هيبقى لي دور. او هيفرض عليا حاجه، فانا ما بحبش حد يفرض عليا حاجه. بس سؤال اساس، زي ما انت قلت انه اللي كان جايبك الاستاذ وليد عرفات، هو ده اللي حصل يعني. ولما على الرغم ان انا في علاقه قويه جدا مع المهندس فرج عامر، بس المهندس فرج عامر وهو الحقيقه بنى الكوره في سموحه عشان نكون امنا يعني طبعًا. هو بيحب احمد سامي اكيد طبعا، مش شك طبعا يعني، في هارموني بين الكابتن احمد والكابتن احمد، يعني شخصيه جميله وناجح ومؤدي دور كويس جدا جدا صحيح. مع نادي سموحه صراحه يعني. تقر وتعترف انك انت اتصدمت من قرار رحيلك لما كنت مدرب للنادي المصري؟ لا ما اتصدمتش. انا توقعت ان مش لان حصل جدل كبير جدا بعد المكالمه اللي انا كان مين الاداره ساعتها في النادي المصري؟ كان مهندس سمير حلبيه. تقر وتعترف ان تجربه المعايشه في الاهلي هي التي صنعت الفارق في مسيرتك التدريبيه، ولا الناس مزوداها قوي انه يعني هو ده راجل قعد اسبوع في النادي الاهلي يعني ما لحقش؟ لا ما كانوش اسبوع، اكتر كان حوالي 15 يوم. وطبعا نظرا لان انا كنت مرتبط في الدوري ومستر مانويل كان مرتبط في الدوري. ايوه انا عاوز اقول لك ان مستر مانويل كان بيسال عليا انا في اليوم اللي ما بجيش فيه انا ما جيتش ليه. فعلا؟ كان بيسال عليا يعني هل انت تتصور مدرب انا اصلا محتاج له هو اللي بيسال عليا. ايوه تمام، جميله والله. شوف قد ايه مانويل ده شخص وكان نبيل. وكان فرحان جدا جدا بيا ان انا بيقول في مدرب مصري عاوز يتعلم. شوف قد ايه، ولذلك قال لي انا هساعدك بكل ما اوتيت من قوه. والراجل ده اثر فيا بالايجاب، يعني انا ما بنافقش. فعلا اللي اثر في تكوين شخصيه طارق العاشري مستر مانويل. رغم انك ما كنتش صغير ايامها. لا كنت صغير، كنت في التدريب صغير. كنت لسه يعني بادئ في التدريب. كنت بقالي سنة في نادي حرس الحدود سنه. كنت متولي بقالي سنه. والاجمل بقى انه لما طارق فاز على مانويل جوزيه كان مبسوط له جدا، لانه عارف هناك فرق بين العلاقه الانسانيه والعلاقه المهنيه. طب مفيش شك. يعني وده اللي انا كنت يعني فرحان بيه. انا كنت حاسس ان هو فرحان بابنه. ده صحيح. تقول تعترف انك حزين من استبعادك الدائم من كل ترشيحات الاجهزه الفنيه للمنتخبات الوطنيه؟ ده انا يئست خلاص. يئست؟ عمرهم ما رشحوك يا كابتن طارق؟ لا كان في ترشيحات بس على الورق. على الورق، مجرد على الورق. لكن عمرك انت يعني جت في فتره من الفترات الحمد لله رب العالمين كان طارق العاشري يعني في طفره كبيره جدا. صحيح. ما ترشحتش خالص. ليه ما بقاش في مدربين؟ وده يعني اللي انا يعني كنت مستغربه صراحه. يعني زمان يا كابتن طارق كنت مثلا تلاقي ايه اسماء كبيره من الاسكندريه بيبقوا مرشحين وبيدربوا منتخبات وطنيه. انا عشان كده انا فرحان للكاس. طبعا انا فرحان للكاس على جماله ان هو يعني نجح في معقوله صغيره. ومدرب من اسكندريه قدر ياخد بطوله افريقيه وترشح. طبعا فانا فرحان له جدا جدا، يعني قليل جدا جدا مدرب اسكندريه اللي ناجحين على الساحه التدريبيه. يعني انت النهارده لما تيجي تشوف مدربين اللي ناجحين من اسكندريه هتلاقيهم قليلين. كابتن طلعت يوسف، كابتن طارق العاشري، كابتن محمد عمر على فترات، عمر يعني بطل تدريب. انا بقول كابتن احمد الكاس حاليا طبعا. فيعني انا قصدي ما فيش مدربين يعني ملمعين قوي في من اسكندريه. بالمناسبه شكل العلاقه بينك وبين الكابتن احمد ساري عامله ازاي؟ جيده جدا. جيده جدا. هل بالفعل زي ما البعض قال انه الكابتن ساري كان بيحاول بكل الطرق انه يمسك مكانك تدريب نادي الاتحاد السكندري، وده كان سبب هجوم الجماهير عليك؟ لا 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 خالص. لا لا لا، وحتى لو حاول انا ازعله لان انا اصلا طالب امشي. لا يعني وانا بفرحان يعني احد زملاتي وولاد النادي يمسك ينجح. بس انا قصدي ان ساري مش بتاع مؤامرات. لا لا لا، يعني ما سمعناش عنه كده خالص قبل كده. لا 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 لا، مفيش الكلام. علاقه جيده تربطنا. لا لا لا. لا هو المشكله ان الحاج محمد لما انا مشيت بقى مفيش حد يعني عشان يجيه في التوقيت ده. نعم تمام. فكان اقرب واحد هو كابتن احمد ساري. وايه ده شجاعه منه.
نعم. ان يتولى في مسؤوليه نادي الاتحاد في التوقيت ده. نعم. تقول تعترف ان وكلاء اللاعبين هم من يسيطرون على سوق انتقالات المدربين في مصر؟ انا ما بمشيش بوكيل خالص خالص. انت يعني انا السي في بتاعي هو اللي اللي بيمسكني. انت طارق العشري بس. بس لا لكن مسيطرين على كتير كتير جدا وكلاء اللاعبين عاملين كات مع رؤساء الانديه، وده بيأثر كتير جدا بالسلب مش بالايجاب. لكن طارق العشري وكيله هو وكيله ربنا الاول طبعا، وبعدين الحوار او النقاش مع طارق العشري على طول. بالظبط. تقوله تعترف انه حلمي طولان اكثر من افادك في التدريب؟ طبعا طبعا. نعم. كابتن حلمي طولان قامه وقيمه، اشتغلت معاه 5 سنين يعني من افضل ال5 سنين، اتعلمت منه لان انا كنت لسه في بداياتي. بعد ما صعدنا بالفرق الفرقه حرس الحدود كان اسمها السواحل طبعا يوميها، وكابتن حلمي تولى المسؤوليه. يعني الفتره بتاعت كابتن حلمي فتره ناجحه. نعم قوي. ناجحه جدا لفريق حرس الحدود، وهي نعم. اللي حط اللبنه الاولى لحرس الحدود. نعم صحيح. وانا يعني استفدت منها بشكل كبير جدا جدا. واثر عليا برضه بالايجاب بالشكل طبعا. طلعت يوسف. كابتن طلعت اخويا الكبير ومن المدربين انا بحترمهم. شخصيه محترمه. الشخصيتين دول عظمه. شخصيه محترمه جدا. سواء حلمي طولان او طلعت يوسف. ومن يعني. النادر تلاقي الشخصيات اللي زي من النادر. طبعا يعني راجل بيحترم نفسه كبير جدا. ومدرب محترم. بيحترم نفسه وليه فلسفه وليه قيمته بشكل كبير جدا.